بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ في هذا اليوم بكتاب الصوم باعتبار أن هذين الشهرين المباركين، شهر رجب وشهر شعبان، أيام صوم وأيام عبادة، وباعتبار قرب حلول شهر رمضان المبارك. ونذكر ما يحتمل أن يقال في المقام. كتاب الصوم وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة. الصوم من الناحية اللغوية معناه مطلق الامتناع عن الشيء، يعني من يمتنع عن الكلام يطلق عليه صائم لغة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك من يمتنع عن أي شيء يطلق عليه الصائم لغة. ولكن من الناحية الشرعية الصوم عبارة عن امتناع مخصوص، الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وما أشبه ذلك بنية القربة. هذا الامتناع مع هذه النية يطلق عليه الصوم، وهو الإمساك، يعني الامتناع عما يأتي من المفطرات كالأكل والشرب بقصد القربة. إحنا عندنا أمور توصلية وعندنا أمور تعبدية. الأمور التوصلية ما تحتاج إلى نية القرب، بل لا تحتاج إلى النية في بعضها مطلقا، يعني البيع مثلا هل يحتاج إلى نية القرب؟ لا، وإنما تكفي فيه مجرد النية. إذا أكو نية المعاملة وقلت بعت وأنتم قبلتم المعاملة تتحقق، إذن البيع يحتاج إلى نية، ولكن لا يحتاج إلى نية القربة إلى الله. صحيح؟ بعض الأمور لا تحتاج إلى النية مطلقة أبدا، يعني النية مو مأخوذة فيها. مثل شنو؟ مثل التضحية. إذا واحد كان نائما فوضع يده المتنجسة وضعها في الحوض، الحوض الكر، ولم تبقى عين النجاسة في اليد، شنو حكم هذه اليد؟ تضحي. أو واحد بدنه كان متنجس فجاءه صديقه وألقاه في البحر بلا اختيار وبلا التفات، بدنه يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. فهذا نوع ثاني. الأمور التعبدية تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى أن تكون هذه النية قربية، يعني يأتي بهذا العمل قربة إلى الله تعالى. فإذا كلمة القصد في مقابل الأمور التي لا تحتاج إلى القصد.
مثل التطهير. وكلمة القربة في مقابل الأمور التي تحتاج إلى القصد، ولكن التقرب إلى الله مو مأخوذ فيها كالبيع والشراء والمعاملات. هذا البحث الأول. البحث الثاني أنواعه أربعة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، ويتنوع إلى الواجب مثل صوم شهر رمضان، والمندوب اللي هو المستحب مثل صوم أيام شهر رجب وأيام شهر شعبان. صوم هذين الشهرين مندوب ومحبوب عند الله. النوع الثالث الحرام، مثل صوم عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يعني أول شوال، وعيد الأضحى يعني العاشر من ذي الحجة، حيث يضحي الحجاج. صوم هذين اليومين محرم، وهنالك أنواع أخرى أيضا محرمة. النوع الرابع المكروه، المكروه مثل صوم يوم عاشوراء اللي هذا مكروه. هنا بحثان. البحث الأول أنه هل هنالك نوع آخر غير الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وهو المباح؟ عندنا صوم مباح؟ الجواب كلا، لأن المباح يعني شنو؟ المباح يعني متساوي الطرفين، لا هذا الطرف فيه رجحان ولا ذلك الطرف فيه رجحان. مثل شرب الماء الطبيعي، شرب الماء فعله فيها رجحان؟ لا. تركه فيها رجحان؟ لا. فتح الفم، الشكل الآن واحد يفتح فمه، هذا فعل فيه رجحان؟ لا. تركه فيه رجحان؟ لا. بما هو لا رجحان لا في فعله ولا في تركه. صوم احنا ما عدنا من هذا، صوم مباح ما عدنا، لأنه إما أن يكون مقرب إلى الله فهو واجب أو مندوب أو مكروه، وإما مبعد عن الله فهو حرام. حتى الصوم المكروه أيضا مقرب إلى الله كما سوف نقوله، فتساوي الطرفين ما عدنا. البحث الثاني الصوم المكروه شنو معناته؟ مكروه يعني شنو؟ في الصوم المكروه المصنف يقول بمعنى قلة الثواب، يعني إذا الصوم الاعتيادي يعطى 100 درجة مثلا، الصوم المكروه يعطى فرضا 10 درجات، أن الثواب أقل. هذا احتمال في معنى الصوم المكروه. وهنالك معنى آخر ذكره صاحب الكفاية أو بعض محشي الكفاية رحمة الله عليهم، أنه بمعنى الحزازة في الفعل وتفصيله في محله. البحث الثالث أن الصوم الواجب على أنواع، والواجب من الصوم 8 أنواع. أولا صوم شهر رمضان، هذا واجب. الشيء الثاني صوم القضاء، القضاء مثل قضاء شهر رمضان، إذا واحد ما تمكن يصوم في شهر رمضان لأنه كان مريضا أو كان مسافرا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا صوم القضاء. وكذلك إذا مثلا واحد نذر أن يصوم يوم معين، نذر فلم يصوم ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك الصوم. فإذا صوم القضاء مو يعني فقط قضاء شهر رمضان، فيه قضاء شهر رمضان وفيه قضاء أيضا غير شهر رمضان.
الثالث صوم الكفارة، هذا واجب أيضا على كثرتها. راجعوا كتاب الكفارات، الكفارات كثيرة ويجب عليه أن يصوم. مثلا من قتل مؤمنا متعمدا هذا من جملة أحكامه أن يصوم شهرين، أي كفارة. اللي أفطر في شهر رمضان شنو حكمه؟ من جملة أحكام التخييرية أن يصوم شهرين. اللي يخالف نذرة من جملة أحكام التخييرية أن يصوم شهرين. فهذه كفارات وهي مذكورة في كتاب الكفارات وفي كتاب النذر والعهد واليمين. هذا الثالث. الرابع صوم بدل الهدي في الحج. الحاج يجب عليه أن يهدي، يذبح هديا. احنا عندما نروح، احنا الذين نقوم بحج التمتع، ما الذي نفعل؟ اول ناتي بالعمره، بعدين ناتي بالحج، صحيح؟ من جمله واجبات حجنا ان نذبح هديا. في وين؟ في منى. واحد عندما يروح في منى يرمي ويحلق، صحيح؟ وبعدين شو يسوي؟ ويذبح. فإذا واحد ما عنده بلي لا أو ارنحط، الرمي والنحر والحلق، بلي هي القاعدة، أو ارنحط، ها يعني إحرام، واو وقوف عرفات، الواو الثانية وقوف بالمشعر، إر الألف الإفاضة إلى منى، الراء رمي، النون النحر، الحاء الحلق، إر نحط. فبعد الألف يجي إر الراء رمي، النون نحر أو ذبح، الحاء حلق، صحيح. فإذا واحد ما إلى هادي، فمن لم يجد على التفصيل المذكور في كتب المناسك، شنو حكمه؟ يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم، تلك 10 كاملة. بعد شنو؟ وصوم النذر والعهد واليمين. النذر يقول نذرت لله أو لله عليه، العهد يقول عاهدت الله، اليمين يقول والله. هذه الثلاثة إذا نذر الصوم يجب عليه ذلك. والصوم الإجارة، الإجارة يعني شنو؟ يعني مثل هذا اللي الآن متعارف، أنه واحد ميت عليه صلاة وعليه صوم، يدفع مبلغ من المال لواحد لإفراغ ذمة الميت فيصوم عنه ويصلي عنه، هذا يطلق عليه العبادة الاستيجارية. فإذا استأجرنا واحد حتى يصوم عن ميتنا يجب عليه أن يصوم، هذا صوم الإجارة. وصوم الإجارة ونحو الإجارة، نحو الإجارة مثل شنو؟ كالمشروط في ضمن العقد، مثل واحد باع لكم بيته، هذا عقد، عقد لازم، البيع عقد لازم. فإذا شرط عليكم أن تصوموا 10 أيام بالنيابة عن والده مثلا الميت، هنا يجب عليكم ذلك، لأن الشروط ضمن العقد اللازم يجب الوفاء بها. بعد وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، إذا واحد اعتكف كم يوم يعتكف؟ أقله 3 أيام، في اليوم الثالث يكون واجبا، يعني الاعتكاف في بدايته مو واجب، يتمكن واحد يخل به. وفي الاعتكاف صوم أكو في اليوم الأول والثاني والثالث. فإذا مضت يومان يتحول هذا الاعتكاف المندوب إلى واجب، يجب عليه الإتمام.
في اليوم الثالث يجب عليه الصيام. وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، إذا الأب مات أو الأم ماتت وفي ذمتهما صلاة أو صيام، من يجب عليه أن يقضي؟ الابن الأكبر، الابن الأكبر الذكر يجب عليه أن يقضي صلوات والده ووالدته وصوم والده ووالدته. بكم واحد صارت شهر رمضان؟ صوم القضاء 2، 3 صوم الكفار، 4 بدل الهد، 5 النذر وأخويه، 6 الإجارة ونحوها، 7 الثالث من أيام الاعتكاف، 8 صوم الابن الأكبر عن أحد أبويه. وهذه أقسام 8 واجبة. إن شاء الله الصيام المحرمة والمندوبة والمكروهة يأتي فيما بعد. البحث الآخر ووجوبه الصوم في شهر رمضان من ضروريات الدين. نحن في كتاب الطهارة شرحنا معنى الضروري. الضروري عندنا أمور بديهية في الدين، وعندنا أمور غير بديهية. مثلا من الأمور غير البديهية اللي مو واضحة لكل أحد، الشك بين 4 و5 في حالة القيام، شنو حكمه؟ هذا بديهي لكل واحد؟ لا. الشك بين 2 و3 قبل إتمام السجدتين، هذا بديهي لكل واحد؟ لا. فروعات كتاب مثلا الحج مو بديهية لكل أحد. ولكن عندنا بعض الأمور ضرورية، يعني بديهية واضحة، مثل أن الربا محرم، أي بديهي. مثلا أن الزنا محرم، بديهي. أن القتل محرم، بديهي. كذلك وجوب الصوم في شهر رمضان، مو مثلا صوم بدل الهدي في الحج، هذا قد يكون كل واحد ما يعرفه. التفتين صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، قد يكون كل واحد ما يعرف، ربما لا يكون من البديهية، ولكن وجوب صوم شهر رمضان هذا من الضروريات، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، مو من ضروريات المذهب، لا، الدين اللي يشمل كل الأديان كل المذاهب. إذا واحد أنكر قال لا صوم شهر رمضان مو واجب، ما حكمه؟ منكر الضروري شنو حكمه؟ ومنكره مرتد يجب قتله، اللي ينكر الضروري يجب قتله. الوالد في كتاب الحدود والتعزيرات له بعض الملاحظات، من جملة هذه الملاحظات أن إنكار الضروري قد يرجع إلى إنكار الدين وقد لا يرجع إلى إنكار الدين. يعني مرة واحد ينكر حكم ضروري لأنه ينكر الألوهية أو ينكر النبوة أو ينكر المعاد، نقول له صوم شهر رمضان واجب، يقول لا مو واجب. نقول النبي قال، يقول إن الرجل لا يهجر، والعياذ بالله، من جيبه كان يحكي والعياذ بالله، كما قال ذلك الرجل إن الرجل لا يهجر، يقول من كيف كان يحكي؟ يقول له هذا نبي، يقول روح، هاي حكايات قديمة. هذا في الواقع منو دا ينكر؟ دا ينكر النبوة، ما دا ينكر فرع من الفروع، النبوة دا ينكر. إذا رجع إنكار الضروري إلى إنكار الألوهية أو النبوة أو المعاد، وهذا مرتد. أما إذا لم يرجع إلى ذلك، لا، يقول مو واجب، أو يقول فلان شيء مو محرم لكن حقيقة معتقد بالألوهية وحقيقة معتقد بالنبوة وحقيقة معتقد بالمعاد، هذا مو مرتد وإنما هو ضال. أكو فرق بين الضال وبين المرتد. هذا قيد أول. القيد الثاني أنه
هذا الحكم اللي قلنا مرتد يجب قتله إنما هو في عدم الفتنة الفكرية العامة التي شملت الكثير من المسلمين. يعني مرة واحد يرتد، مرة اثنين يرتدون، مرة ثلاثة يرتدون نقتل، ولكن مرة تحدث هنالك فتنة موج يشمل الكثير من المسلمين، مثل المد الشيوعي اللي أجب العراق مثلا، اللي شمل الكثيرين حتى كثير من المتدينين جرفهم هذا الموج. الوالد يقول أن الأدلة ما تشمل هذه الصورة، الفتنة الفكرية العامة، ما نأخذ كل ذول نقتلهم. ومن جملة المؤيدات لذلك أن الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذول مو كفار، الخوارج مو من الكفار، الخوارج على الإمام ذول كفار بحكم الكفار، ذول كانوا مسلمين فكفروا بالخروج على إمامهم، الإمام قتلهم كلهم؟ لا. أجرى عليهم أحكام المرتدين؟ لا. في قضية الخوارج حرب الجمل وصفين والنهروان، هذا من المؤيدات والتفصيل في كتاب الحدود والتعزيرات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه أن لا يكون ذلك لشبهة حقيقية. يعني مرة واحد يناقشنا في قضية عقائدية مثلا أو قضية فرعية لشبهة حصلت له ويطلب منا الدليل على ذلك، هذا ما يقتل. إحنا يجب علينا أن نبحث معه ونحاول أن نقنعه ونزيل شبهة. مرة لا، مو لشبهة وإنما لعناد أو ما أشبه ذلك. فهذه قيود ثلاثة في المقام: أن يرجع إنكار الضروري إلى إنكار الألوهية أو النبوة أو المعاد. الشيء الثاني أن لا تكون هنالك فتنة فكرية عامة شملت الكثير من المسلمين. القيد الثالث أن لا يكون ذلك لشبهة حقيقية حصلت له، وإلا وجب علينا أن نزيل الشبهة. وهنالك بعض القيود الأخرى مذكورة في ذلك الكتاب. ومنكره بالقيود التي ذكرناها مرتد، إذا مسلم أنكر يجب قتله. طبعا هنا أكو تفاصيل في المرتد الفطري والمرتد الملي والرجل والمرأة، تفاصيلها في محلها. ومن أفطر في شهر رمضان لا مستحل، ما يقول أن الإفطار حلال، مرة يقول أنه الإفطار حلال يعني الصوم مو واجب، هذا مضى الحديث حوله. مرة لا، يقول لا الصوم واجب وأنا أعلم أنه واجب ولكن ما عندي خلق، أنا ضعيف الإرادة ما أقدر أصوم. ما حكمه؟ لا مستحل، ما يقول أنه حلال حتى يكون مرتدا، لا، يقول حرام لكن أفعل، مثل كثير من المسلمين الذين يحلقون لحاهم وهو يعلم أنه حرام ويقول أنه حرام، لكن يقول بعد شو نسوي، الشيطان قشمرنا. عالما عامدا، عالم بالحكم وبالموضوع، يدري أنه هذا شهر رمضان ويدري أن الإفطار في شهر رمضان حرام، عالم بالحكم وبالموضوع وعامد، مو أنه ناسي أكل، إذا ناسي أكل خب ما عليه شيء. شنو حكمه؟ يعزر ب25 سوطا، الحاكم يأخذه ويجلده 25 جلدة. الوالد في الحاشية يقول: وكذلك بعض الفقهاء الآخرين يقولون أنه هذا الحكم فقط في الجماع، يعني إذا واحد جامع زوجته يضرب الرجل 25 وتضرب المرأة 25 إذا كانت مطاوعة، وإذا كانت مكرهة ف25 المرأة يقع على الرجل فيجلد 50 جلد، هذا فقط في الجماع ورد.
أما في بقية المفطرات إذا واحد أكل لا مو 25، وإنما يوكل التقدير إلى الإمام عليه السلام أو نائبه. الفقيه هو يقدر المقدار ويضربه بذلك المقدار، يعزر بخمسة وعشرين سوطا. عزرنا وتركنا، مرة ثانية أكل أو شرب أو جامع، فإن عاد عزر ثانية بالتبتين، فإن عاد قتل في المرة الثالثة. إذا مرتين عزرنا في المرة الثالثة يقتل، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة. الاحتياط يقتضي أنه في المرة الثالثة أيضا يعزر، وفي المرة الرابعة يقتل. وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث. يعني إذا واحد ألف مرة أفطر ثم أخذناه نقتله؟ لا. إذا أفطر وعزر ثم أفطر وعزر ثم أفطر يقتل في الثالثة أو الرابعة. وإلا إذا واحد أفطر أربع مرات ثم أخذنا شو نسوي له؟ نعزر. هذا يعتبر التعزير الأول. بعدين أفطر عشرين مرة ثم أخذنا عزر. هذا يعتبر التعزير الثاني. وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث. البحث الأخير، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه. قبضنا عليه وهو يأكل، قلنا ليش أكلت؟ ادعى شبهة محتملة. قال أنا ما كنت أعرف أن صوم شهر رمضان واجب. مرة واحد مسلم مؤمن في بلادنا عايش، هذا مو محتمل. مرة لا، واحد غربي تو أسلم، البارحة أسلم، اليوم قبضنا عليه أول شهر رمضان. بل ما أعلم أنا هذا الحكم. هم الحدة؟ لا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. يعني الحدود لا تجرأ إذا كانت هنالك شبهة. وكذلك إذا كان شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، قال أنا ما كنت أعرف اليوم شهر رمضان، ومحتمل في حق هذا الحكي، يعني مو علمنا بكذبه، لا محتمل حقيقة أنه ما كان يعلم شهر رمضان، درئ عنه الحد، يعطل الحد ويبعد عنه الحد ويلغى الحد ولا يصنع به شيئا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.